حاجات كتيرة حصلت من ساعة ما فريال اتحسم حصلها على الميدالية الذهبية لحد دلوقتي. قولوا لي ايه الحاجة الأبرز بالنسبة لكم اللي أسعدتكم بعد الميدالية الذهبية؟ طبعا مكالمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دي فرقت معانا جامد قوي، يعني دي أسعدتني جدا. انه حضرته متابع للحدث اللي بيحصل، هو كده كده اوريدي هو متابع كل حاجه، بس في التوقيت ده لما يتصل علينا المفروض اني في الوقت ده، انا عارفه طبعا ان فخامته بصحى من بدري جدا، فالمفروض ان هو يعني انا عايزه اساله سؤال، هو بينام امتى وبيصحى امتى؟ انا بكلمه ما بينامش. بجد يعني كانت المكالمه بتاعته لينا بالنسبه لنا كانت لا كانت اسعدتنا. بس الشقه جدا. بقى كمان اسعدت. يعني يعني ده اكيد يعني ولا ايه؟ والله هو اللي اسعدني الحج طبعا. الحج ما هو ده اللي بس انت الحج ونزلك اهم من الشقه طبعا. بس شال من عندنا. استاذ اشرف صريح يا استاذ اشرف. احكي لي على حبيبه ابوها بقى فريال. لا ده اخواتها بتوسط له لما يروحوا ياخدوا منها حاجه بيتوسطوها هي فعلا. لا بين اخواتها. هو اخويا الصغير مش موجود لظروف خارجه عن ارادته. هي ال يعني انه هي صغيره هي اللي على الحجر. بعدين ما حدش يقول لها، ما حدش يقول لها احنا عايزين كذا. ما حدش يقول لها فريال في فوفا. يعني فوفا تطلب الحاجه بابا ينفذ. والله لو على ايه؟ على فكره وانا كمان يعني لو نكون عايزه حاجه. لا لا بس واضح من التوليفه دي انه هي حبيبه بابا يعني. الدلع الدلع. في حاجات ما بيننا ما بتطلعش بره فعلا. نهائي. ليه بقى يعني انتوا كان موجود على فكره. انا عايز انتوا الاسرار اللي بينكم بتبقوا خايفين على ماما ولا بتبقوا خايفين من ماما؟ الاثنين. ده شيء عظيم، ده شيء عظيم. احكي لي يا فريال عن علاقتك بوالدك. بابا يعني مفيش طبعا، يعني بابا صاحبي قبل كل حاجه في مواضيع كتير بنحكي مع بعض فعلا في اي حاجه في اي وقت. بيكون معايا دايما تمرين موجود غير تمرين موجود. طبعا كان بيتعب جدا، كان ممكن يكون في الشغل يجيلي مثلا وانا بتمرن في المركز الاولمبي، طبعا من شغله بعيد هو يجيلي ما ياكلش. برضو يجي يوديني التمرين على طول، دايما كان معايا. طبعا تعب كبير جدا. وغير كل حاجه يعني هو فعلا يعني بابا، يعني انا مش يعني مش بقول بابا كتير، انا بقول اشروفه. اشروفه وفوفه. فعلا بابايا يعني صديقي، صديق يعني وصاحب وكل حاجه. هي قالت كلام كتير جدا عليكي قبل ما تيجي. يعني ده انا حاولت اعدل الكفه بس يعني ماما واخده كل ال والله هي حتى قالت الميداليه دي لماما. يعني اقل حاجه. قولي لي بقى قعدتي قد ايه تقري بقى المعوذتين وقل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس؟ انا والله بعيدا عن الميداليه انا دايما بحصن ولادي كده، مش عشان الميداليه، انا دايما بتمنى من الله عز وجل ان هو يحفظهم لي ويخليهم لي. طبعا طبعا. لا لا بس قولي لي اكيد عملتي اجراءات مشدده بعد انا المدلية. انا كنت فعلا لا 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 يعني هو الخوف الام، خوف الام، فانا كنت قلقانه عليها بطلب من ربنا يحفظها. بس انا كنت دايما انا بقول لفريال في اي حاجه بتعمليها حصني نفسك واقراي سوره ياسين دايما، فهو ربنا بيمن علينا ده، احنا بنقرب من ربنا وربنا ما بيفرضلوش دعوه يعني. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله دايما ان شاء الله دايما.